من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة أهلا بك، هل بدأ هوكشتاين جدول أعمال زيارته لبيروت وإن كان هناك أي جديد حول الوضع الميداني؟ من المفترض رسميا أن تبدأ هذه الزيارة بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري تقريبا بعد ساعة من الآن، على أن يلتقي بعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. طبعا هذه الزيارة التي كان فيها الكثير من الأخذ والرد ويعني عدم الوضوح ما إذا كانت ستتم أم لا، كان هناك يوم أمس إيجابية وتأكيد خلال الساعات النهار من قبل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن هذه الزيارة قائمة يوم الثلاثاء، ولكن كان هناك عدم يعني أو نوع من يعني معلومات عن تأجيل تلك الزيارة ليعود ويعلن من الولايات المتحدة أن هوكستين فعليا انطلق إلى لبنان ليصل صباح هذا اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي. طبعا يعني اليوم لبنان أمام أسابيع حاسمة. هذه الزيارة ما كانت لتقرر بحسب المعلومات أيضا لو لم يكن هناك إيجابية بالرد اللبناني. هوكستين كان قد أعلن بأنه لن يتوجه إلى لبنان ما إذا كان هناك فرص حقيقية لتسوية هذا الاتفاق الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى أسابيع. نحن لا نقول أنه بعد هذه الزيارة بشكل مباشر سيكون هناك يعني انعكاس لها، ولكن هناك مفاوضات، هناك طريق للمفاوضات، وهذه خطوة تطبيق القرار 1701 الذي يشكل الركيزة لهذا القرار، رغم وجود يعني ملاحظات لبنانية حول آلية التنفيذ. طيب الوضع الميداني لا جديد فيه؟ لا جديد، لا يزال هناك هدوء حذر. طبعا كان هناك تصعيد خلال ساعات المساء على سكاك البلاط ومنطقة الشيح في ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من بيروت، مراسلة الحدث غنوة يتيم.